الخير واهلا بحضراتكم في حلقه بدايه الاسبوع من المواجهه. عندنا النهارده تغطيه اخباريه في بدايه الحلقه عن اهم رسائل الرئيس السيسي واهميه المشروعات السكنيه الجديده اللي تم افتتاحها. ده طبعا الى جانب مناقشه تفاصيل اكتر عن هذه الافتتاحات الرئاسيه خلال فقرتنا النهارده مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الحليم قنديل. عندنا كمان مواجهه اخرى هتكون عن خطه مصر للاسراع في عمليه تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، الى جانب الاجراءات اللي اتخذتها الدوله في توطين صناعه اللقاحات واهميتها. هنتكلم في ده مع ضيفي دكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزاره الصحه للشؤون الوقائيه، لكن الاول هنروح لاهم الاخبار والاحداث النهارده. هنبدأ من الافتتاحات الرئاسية لمشروعات الإسكان المتعددة، وخلوني هنا أتوقف أمام رسالة مهمة للرئيس السيسي أكد عليها بشأن هذه المشروعات. الرئيس أكد بوضوح أن كل مشروعات الإسكان اللي بتقدمها الدولة كاملة التشطيب، ولا يتم افتتاحها إلا عندما تكون جاهزة للسكن ولاستقبال الناس بشكل كامل، بداية من تجهيزات الشقة أو البنية التحتية المحيطة زي الطرق والخدمات. الرئيس قال نصاً كل مشروع بتكون حاجته كاملة وجاهزة لاستقبال الناس. وأكمل الرئيس السيسي وقال قلت من شهر تقريباً إن الإعلام والإعلان عن أي سكن بيتم الانتهاء منه بنسبة 30%، وحتى لا يتصور إنه إعاقة. إحنا مش بنعمل إعاقة للناس، نحن دولة مسؤولة تجهز احتياجات المواطنين، مفيش إعلان بدون تنفيذ على أرض الواقع. قلنا علشان نطمن الناس واحنا مسؤولين كدولة واحنا مش بنتفرج، الدولة بتنظم وتضبط حقوق الناس. احنا معانا على التليفون دكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني. مساء الخير واهلا بك يا دكتور. خلينا نتكلم يعني في الاول عن اهميه المدن الجديده وكمان مشروعات الاسكان الجديده اللي افتتحها الرئيس السيسي النهارده. اهلا بيك استاذ ريهام. في الحقيقه مشروعات الاسكان في المدن الجديده هي من الحاجات اللي بتحل اكتر من مشكله في مصر. المشكله الاولى ان هي بتوفر فعليا وحدات سكنيه تبقى ملائمه للمواطن المصري بجوده حياه مرتفعه، زي ما القرار ان احنا رايحين في منطقه ثانيه او رايحين في تصنيف افضل في جوده الحياه في مصر. ده راجع لايه؟ راجع لان المدن الجديده هي مدن مخططه، هي نمط الاسكان نمط احتراما لجوده الحياه. طيب دكتور اسلام، هو انا الصوت مش كويس قوي، فلو ممكن حضرتك بس يعني تنقل شويه مكان ثاني عشان الصوت يكون اوضح، اتفضل يا فندم. كنت بقول لحضرتك انه النهارده صار في تاكيد على فكره جوده الحياه، وجوده الحياه في الحقيقه هي جدا. طيب احنا هنحاول نتصل مره ثانيه بدكتور اسلام رأفت لان الصوت طبعا مش واضح. دكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني علشان نتكلم طبعا عن الافتتاحات الرئاسيه، وهو طبعا كان بيتكلم عن هذه النقطه المهمه. هنحاول احنا نوصل له مره ثانيه ونتكلم معاه. طبعا يعني مهم طبعا انه نلاحظ قد ايه الدوله مهتمه بالمشروعات الاسكان الاجتماعي، وقد ايه مهتمه فعلا انه السكن الكريم يكون من ضمن ما تقدمه الدوله من سبل الحياه وسبل الراحه بالنسبه للمواطن. هي عنصر بالمناسبه مهم لما بنتكلم عن حقوق انسان. احنا مش بنتكلم فقط زي ما الرئيس الحقيقه قالها اكتر من مره، احنا مش بنتكلم فقط عن حق في تعبير او حق سياسي، ده مهم بالتأكيد، ولكن أيضا المهم الحق في حياة كريمة، ويمكن ده العنوان الأشمل اللي الدولة مهتمة بيه خلال السنوات الأخيرة وبتوليه اهتمام كبير. الحياة الكريمة بيندرج تحتها تعليم، صحة، سكن أيضا كريم، وده اللي احنا بنتكلم عنه الآن مع الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني مرة تانية. أهلا بيك، اتفضل كمل يا دكتور إسلام. كنت بقول لحضرتك ان فكره جوده الحياه اللي اكد عليها النهارده وزير الاسكان في عرضه امام سياده الرئيس بيبقى مش من السهوله بمكان توفيرها في الا في المدن الجديده. الحقيقه المدن الجديده في مصر بتتمتع بمواصفات عاليه جدا من صح، يعني من المواصفات اللي بتخلي المسكن فيها هو مسكن صحي وامن. طبعا ده ما بيحصلش وما بيتوفرش في المدن القديمه بسبب بقى المشكلات اللي احنا او اللي الدوله بتحاول تحل فيها بقى لها فتره كبيره جدا من تنظيم مخالفات البناء وغير وغير.
طب قرات اتفضل. وعايز اعرف تاكيد الرئيس كمان ان مشروعات الاسكان يعني لا يتم تسليمها الا اذا كانت جاهزه ومؤهله لسكن المواطنين. استقبلت ده ازاي؟ بس كمل نقطتك يا دكتور اتفضل. النقطه المهمه كمان في موضوع المدن الجديده والاسكان في المدن الجديده ان هو بيحل مشكله التعدي على الارض الزراعيه. اتكلمنا في النقطه دي اكتر من مره وقلنا انه ان انا لما بوفر مناطق اسكان جديده انا بمنع او ما بديش مبرر كده للبنى في الارض الزراعيه، والبنى في الارض الزراعيه بتبقى مهمه جدا في ان هي الملاذ الامن للزراعه، النيل بيوصل لها بسهوله او الميه بتوصل لها بسهوله، وهي تربه مجهزه للزراعه، وبالتالي فكره ان انا بحافظ على ده باني اوفر سكن بديل للنمو السكاني اللي هو الحقيقه برضو من النقط اللي اشار عليها النهارده سياده الرئيس ووزير الاسكان. النقطه بقى اللي حضرتك اثرتيها واللي اثرها سياده الرئيس النهارده فكره انه الوحدات السكنيه تسلم كامله التشطيب. النقطه دي مهمه جدا وكلنا على فكره بنعاني منها لما بنسكن في عماره او في كومباوند ويكون متسلم نص تشطيب. صح. اولا سياده الرئيس قال كلمه مهمه جدا النهارده، قال انا بسلمه لك سكن عشان يبقى سكن، مش تبقى ساكن وفي فوقيك واحد بيشطب فيبوظ لك التشطيب بتاعك ولا يكسر فوقيك وانت نايم. فطبعا فكره تسليم الوحدات كامله التشطيب هي فكره مهمه جدا. طبعا ممكن التجربه يكون فيها بعض المشاكل وهي موجوده فعلا في بعض مشروعات الاسكان من انخفاض جوده التشطيب، ولكن دي نقطه مهمه جدا لازم نضبطها ولازم نبقى مع التوجه بتاع انه الوحدات تسلم كامله التشطيب. النقطه دي كمان يا استاذ ريهام مطبقه في العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده من ضمن شروطها ان سواء القطاع الخاص بينفذ او الحكومه اللي بتنفذ، فشرط انه الوحدات تسلم لجهاز العاصمه الاداريه، الجهه الاداريه المسؤوله يعني، ان هي تسلم كامله التشطيب، بحيث ان احنا ما ينفعش نبقى حاطين هاي ستاندرد او مواصفات عاليه ومرتفعه للمدن، مدن الجيل الخامس دي، ونفاجئ ان احنا محتاجين واحد يطلع يشطب بعد ما يكون المبنى خلص وخلص الانظمه الذكيه اللي بيدار دي. طب نقطه مهمه جدا. ايه الاهميه الاقتصاديه دكتور اسلام لمشروعات الاسكان الجديده؟ وازاي ده ساهم يعني في توفير فرص عمل لالاف من المواطنين؟ برضه النقطه دي نقطه مهمه جدا. القطاع العمراني وقطاع التشييد والبناء في مصر هو من القطاعات اللي بنسميها قطاعات بتقطر التنميه، هي قطاع من القطاعات قاطره للتنميه. حضرتك هي من القطاعات اولا اللي بتستهلك عماله كبيره او بتستهدف توظيف وعماله كثيفه جدا، وبالتالي ده بيزود من وجود الايدي العامله وده مهم جدا للاقتصاد. الحاجه الثانيه ان هو في الحقيقه لو لاحظت النهارده في خطاب سياده الرئيس برضو او في الافتتاحات بتاعته هو اتكلم على فكره انه العاصمه الاداريه سيتم طرحها كشركه مساهمه في البورصه، وقال رقمين مهمين جدا. قال ان احنا بنتكلم في حوالي 100 مليار ده اصول سائله. ده جت منين الاصول السائله دي يا جماعه؟ هي جت من طرح مشروعات اسكان للبيع، وبالتالي لما تبقى شركه زي شركه العاصمه ما كلفتش الدوله ولا جنيه غير ان هي خدت منها الارض، عملت المرافق وعملت البنيه التحتيه ووفرت سيوله معاها 100 مليار جنيه. بالاضافه ان في رقم ثاني هو طرحه برضه سياده الرئيس وقال انه في حوالي 30 40 تريليون، وده رقم ثاني ضخم جدا اصول ناتجة عن الاراضي اللي هتبقى موجوده ومتوفره في العاصمه الاداريه. الحاجات دي جت منين؟ جت من مشروعات اسكان، مجرد ان احنا عملنا مرافق، عملنا بنيه تحتيه، وفرنا قطع اراضي صالحه للعمران، العمران الصحي الامن كمان، يعني مش بس ان احنا بنوفر عمران عادي، لا ده عمران بجوده حياه مرتفعه. ومع ذلك نحقق الدوله تحقق منه مكاسب تقدر تصرف منها بقى على قطاعات الصحه وقطاعات التعليم. ولكن التنميه العمرانيه في مصر بالرغم من ان هي كانت لفترات طويله جدا مصدر ازعاج، تحولت دلوقتي او زي ما بنقول كده من مصدر تهديد وخطر الى فرص واعده. ودي نقطه مهمه جدا نتمنى ان الدوله تستمر فيها، ونتمنى ان العمران في مصر يقود ويسود. العمران في مصر يا استاذ ريهام هو احنا لما حضرتك كده تسالي اي حد من بره مصر عن مصر هيقول لك انه يعرف الهويه المصريه من البناء المصري، يعرف الهرم، يعرف المعابد، ودي كلها ابنيه. احنا طول عمرنا رائدين وعندنا قياده في البناء، وبالتالي التوجه الى البناء في المرحله الحاليه
واعتبار ان التنميه العمرانيه هي قاطره للتعمير وقاطره للاقتصاد، هو قرار صائب جدا، بشرط ان احنا نحافظ على مستوى عمراني متميز، المستوى العمراني المتميز يعيش لينا وللاجيال اللي جايه ويحل مشاكل كبيره جدا في العمران وفي الاسكان. طيب خلينا نروح لنقطه كمان مهمه، وهي يعني التخطيط العمراني لهذه المشروعات ازاي ادى للقضاء على العشوائيه في البناء والتخطيط؟ تمام. حضرتك النهارده لما تروحي تشتري في مكان مخالف، في مكان عشوائي، وتلاقي ان انت قدامك شارع 3 متر و4 متر و5 متر والكلام اللي احنا شفناه في الفترات اللي فاتت في مخالفات الاسكان، ولا تروحي تسكني في مكان الشارع فيه 50 متر والشارع فيه 60 متر، تروحي تسكني في شقه الشمس والهواء ما بيدخلوهاش، ولا تدخلي في مكان يعني حركه الهواء مدروسه وحركه الشمس مدروسه، حضرتك في اعتقادك تختاري انه؟ اكيد طبعا هتختاري المكان الصحي الامن. طيب المشكله كانت في ايه؟ كانت في عدم وجود فائض مطروح، لان كان اللي بيقود القصه دي كان القطاع الخاص لوحده. دلوقتي بدخول الدوله وبتيسيرها فكره البناء وطرح مستويات متنوعه تخلي في نوعيه اسكان اقتصادي، في نوعيه اسكان متوسط، في نوعيه اسكان فوق متوسط، وبالتالي طرح الشرائح دي كلها هتقضي بمنتهى اليسر على العشوائيه في مصر. الحاجه الثانيه كمان بقى انه بتخلي المواطن نفسه بيرتفع مستوى طموحاته في السكن. انت عارفه في كلتشر كده موجود او في ثقافه موجوده ان احنا المهم ان يبقى في شقه. دلوقتي لا، بقينا بنتكلم على انه العشوائيات اللي الناس اتنقلت منها اللي كانت بمستوى غير امن وغير صحي بتتنقل في منطقه زي الاسمرات زي غيط العنب، بيتنقلوا في مستوى عمراني وصحي امن عالي، مستوى عالي جدا، مستوى عمراني عالي جدا ومرتفع جدا، وبالتالي طموحات المواطن المصري هتبدا ترتفع ويبدا اختياراته، يعني دي مرحله تغيير ثقافه، ان احنا ما نقبلش باي شقه، ما نقبلش بالشقه اللي في مكان غير مخطط، اللي مرافقها غير كامله، الغير مشطبه تشطيب محترم يليق بكرامه الانسان. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني، شكرا لحضرتك. نروح كمان لرسالة أخرى مهمة من رسائل الرئيس السيسي النهاردة هو دائم التأكيد عليها، وهي قضية الزيادة السكانية وضرورة الوعي بخطورتها والتصدي لها. الرئيس السيسي النهاردة اتكلم عن هذه القضية اللي بتؤثر بشكل كبير على عمليات التنمية اللي بتقودها الدولة في مختلف المجالات، وقال الرئيس أن الدولة المصرية بتعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، والواقع اللي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع. متابعا الدكتور مصطفى لما بيقول انه في عام 1900 كنا حوالي 9 مليون وبعد 100 سنه اصبحنا اكثر من 100 مليون، النمو السكاني اللي فوق طاقه البلد بيؤدي الى تدمير الدوله. للحديث عن هذا الموضوع معانا على التليفون دكتور مجدي خالد مدير صندوق السكان السابق بالامم المتحده بالقاهره والخبير السكاني. مساء الخير يا دكتور، ويعني دائما ما يجدد الرئيس السيسي تاكيده في اي مناسبه او افتتاح رئاسي للمشروعات الخدميه والتنمويه بيؤكد على اهميه التصدي لخطوره الزياده السكانيه. قرات ازاي هذه الرساله منه اليوم؟ مساء الخير يا استاذه ريهام. طبعا زي ما ذكرتي انه الرئيس دائما ما يؤكد على خطوره النمو السكاني الغير المنضبط والزياده السكانيه السريعه على على برامج التنميه واحساس المواطن بالناتج عن هذه الانشطه والبرامج التنمويه. ده كلام طبعا يعني لازم يكون في اعتبار كل الجهات المسؤوله اللي ليها دور في التعامل مع الوضع السكاني، وكذلك لازم يكون المواطن على وعي وعلى درايه تامه بخطوره هذه الزياده السكانيه الغير منضبطه. طبعا لما بنقول ان احنا كنا في سنه 1909 مليون والنهارده بقينا 100 مليون، مفيش دول كثيره فيها بيحصل هذا النمو وهذا التسارع السكاني. وبرضه الدول اللي حققت يعني انجازات تنمويه وشعر بها المواطن والدوله نفسها قفزت قفزه تنمويه، كان على التوازي مع هذا برنامج سكاني في وعي سكاني، وحصل التزام
في بين الأسر وبين المواطنين، بحيث ان معظم هذه الدول متوسط عدد الأطفال لكل أسرة 2 وأقل من 2. لكن الوضع اللي عندنا ده خطير جدا، واستمراره بهذه الصورة هيخلي كل الجهود التنموية اللي احنا عمالين نشوفها والمشاريع اللي بتفتتح برضو احنا مش قادرين نجري ونحسن من نفسنا أكتر ونحس بعوائد هذه التنمية. هذه الزيادة السكانية معناها ان في مشكلة في نصيب الفرد من الناتج القومي، في مشكلة في نصيب الفرد من المياه، في مشكلة في نصيب الفرد من كل من الرقعة الزراعية. فدي كلها أمور خطيرة لازم الناس تبقى واعية بيها. طب لو اتكلمنا يا دكتور بلغة الأرقام، يعني في عام 1900 كان عدد السكان حوالي 9 مليون، وبعد 100 سنة بقينا أكتر من 100 مليون، شايف إزاي هذا التسارع في معدلات النمو السكاني وخطورته إيه يعني على أي مشروعات تنموية وخدمية بتنفذها الدولة؟ طبعا دي زيادة يعني غير محسوبة وغير مدروسة وغير مسبوقة كمان. لما أنا يبقى بيضخ ليا سكان كل سنة ما بين 2.2 إلى 2.5 مليون كل سنة، ده أنا بزيد دولة صغيرة كل سنة يعني. فده بيخلي تملي إن أنا المشاريع التنموية الإحساس بيها يعني أقل من المفروض المواطن يحس بيه. تملي هيحس إن هو في تحدي مع فرصة إيجاد مسكن، تحدي في فرصة إيجاد مدارس حكومية جيدة، تحدي في إيجاد خدمات صحية جيدة بتوفرها الدولة للمواطنين. لأنه بدل أنا ما أحسن من الجودة هلاقي نفسي بتوسع عشان أكفي هذه الزيادة السكانية الغير منضبطة. فبالتالي أنا لازم أكون الزيادة السكانية بتاعتي في حدود تتماشى مع هذا النمو الاقتصادي اللي يخليني أبقى دولة المواطن عايش في جودة حياة، في رفاهية اقتصادية، في يتلقى خدمات صحية جيدة، يتلقى تعليم جيد، في فصل كويس ألاقي ابني يقدر يدخل المدرسة ويتعلم تعليم جيد، وبالتالي يبدأ بقى ما بقاش في دروس خصوصية، فالمواطن يوفر من الفلوس اللي ينفقها على الدروس الخصوصية وتضخ في رفاهية الأسرة. فإحنا لو نظرنا ليها من هذا المنظور هلاقي ان انا لو التزمت بتنظيم الاسره وحددت من الزياده السكانيه الغير منضبطه، انا كل ده كاسره بقى بينعكس على وضعي الاقتصادي ووضعي المادي، وان انا يبقى عندي اسره برعاها بشكل افضل، وان هم ليهم فرصه حتى في التوظيف بعد كده. انا لما هذه الزياده السكانيه الغير منضبطه بتخلي ايجاد فرص توظيف كمان في تحدي. أنا لما عايز أوفر فرصة عمل لمئة ألف مثلا، غير ما أنا عايز أوفر فرصة عمل لمئتين ألف أو 300 ألف، على سبيل المثال بكلم بأرقام يعني. فكل دي أمور بتخلينا لازم نراجع أنفسنا في سلوكنا الإنجابي، ولازم نراجع أنفسنا في الزيادة السكانية بتاعتنا. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي خالد، مدير صندوق السكان السابق بالأمم المتحدة بالقاهرة والخبير السكاني. الحقيقة أن كل المشروعات اللي بتنفذها الدولة هدفها في النهاية هو تنمية الإنسان المصري اللي أصبح أولوية في استراتيجية وخطط إدارة الرئيس السيسي. خليني أرجع مع حضراتكم كده لكام سنة للوراء، وتحديدا عام 2016 لما أطلقت مصر الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، واللي بترتكز على ثلاث أبعاد رئيسية وهي البعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، نفذت الدولة خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، وشرعت إدارة الرئيس السيسي بالاهتمام بالإنسان للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي من خلال المبادرات الصحية والتنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للأفراد من مسكن كريم وعيشة آمنة وحياة تليق بالمواطن المصري، والاهتمام بصحة الأفراد باعتبار الصحة ركيزة التنمية. الاستثمار في العنصر البشري كمان من خلال الاهتمام بالتدريب وتأهيل الشباب وتمكين المرأة.
معانا على تليفون استاذ احمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. استاذ احمد مساء الخير، وقول لنا ازاي يعني اصبحت تنميه الانسان المصري اولويه في استراتيجيه اداره الرئيس السيسي؟ مساء النور، برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. في البدايه عاوزين يعني نوضح ان منذ تولي رئيس السيسي الحكم البلاد في عام 2014 كانت مصر في وضع اقتصادي سيء جدا للغايه، كان عدم وفرة في موارد الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، نقص شديد في احتياجات الصحة وفي التعليم، انتشار للمباني العشوائية بشكل كبير. فالرئيس أول حاجة عملها في يوليو بالتحديد في 2014 إن هو قال عايزين نعمل صندوق تحيا مصر لدعم الاقتصاد. الصندوق ده تم استخدامه بشكل واسع جدا في السنوات المتتالية، في الإنفاق على برامج التعليم، برامج الصحة، الحد من الأزمات والكوارث والتمكين الاقتصادي. في الفترة من 2015 و2016 كانت الدولة بتمر بوضع اقتصادي سيء جدا، ترتب عليه ان الدولة لازم تنفذ برنامج اصلاح اقتصادي كبير مع صندوق النقد الدولي. على الرغم من ان البرنامج ده يشمل في غايات اصلاح هيكلي اللي هو اصلاح بعض القوانين، اصلاح نقدي، تحرير سعر العملة والصرف وما الى ذلك، اصلاح مالي، بعض مراجعة بعض بنود الضرائب لزيادة الايرادات، ولكن هو شمل ايضا اصلاح اجتماعي. والبرنامج ده تم في اطلاق يعني مبادره او برنامج تكافل وكرامه اللي بدات في سنه 2016 ب 1.2 مليون مستفيد بتكلفه حوالي 4 مليار جنيه في 2016، ووصلت في العام اللي احنا 2020 2021 ل 3.6 مليون مستفيد بتكلفه تتجاوز 19 مليار جنيه. لو عايزين نبص التنميه في الانسان المصري في عهد الرئيس كانت تمت ازاي؟ التنمية للإنسان هي هنتكلم عن الأول توفير سكن مناسب، هنتكلم عن توفير غذاء مناسب، عن صحة مناسبة. طيب في البداية مع السكن تم تنفيذ يعني 501,000 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة تتجاوز 88 مليار جنيه. على مستوى الغذاء على سبيل المثال اللي هو الدعم الخاص بالخبز والسلع التموينية، ارتفعت مخصصات الدعم من 31 مليار في العام 2014-2015 لحوالي 84 مليار جنيه في العام الماضي. طيب التعليم، الجزء الخاص بالتعليم اجراءه في منظومه التعليم المصريه اللي تمت وتطبيق نظام التابلت وتغيير السياسات التعليميه في مصر بشكل كبير جدا، التعليم زادت مخصصات الانفاق بتاعته في الموازنه العامه للدوله من 92 مليار في 2014-2015 لتصل لحوالي 172 مليار في الموازنه المستهدفه للعام 21-22. الصحه نفس الكلام، زادت من 37 مليار في 14-15 وصلت الى 108 مليار جنيه في 21-22. زيادات كبيره جدا بتقول ان المواطن المصري هو الاولويه الاستراتيجيه اللي تتمحور حواليه كل السياسات العامه الخاصه بالانفاق في مصر. طيب تنمية الإنسان يا أستاذ أحمد، الإنسان المصري لم تقف عند حد المبادرات التنموية يعني زي مبادرة حياة كريمة، لكنها امتدت لتطوير العشوائيات كمان، شايف الجزئية دي إزاي؟ طيب هو أصلا سبب العشوائيات في مصر هو بالأساس كان وجود اختلافات وتباينات كبيرة في الإنفاق التنموي ما بين المحافظات الجمهورية، فدايما كنا بنشوف نزوح أو هجرة داخلية من سكان الصعيد مصر واهالينا طبعا الى القاهره. شفنا بناء كبير غير عشوائي يعني غير منظم، شفنا مدن كبيره غير مخططه وصلت حال القاهره ان هي تكون مدينه غير جميله. ابتدت المبادره في سنه 2017 بتوفير سكن كريم، وده المشروع اللي كان بيستهدف ان هو يرفع من المساكن او البيوت للمصريين المقيمين بجميع مختلف الجمهوريه من خلال توفير مياه نظيفه، توفير صرف صحي، تسقيف البيوت، واللي دخلت المبادره دي بعد كده ضمن مشروع حياه كريمه او مشروع قومي لتطوير الريف المصري. خلال الفتره دي تم تنفيذ عدد 195,000 وحده سكنيه في عدد 316 منطقه غير امنه، وعايز افرق هنا ما بين منطقه غير امنه ومنطقه غير مخططه. منطقه غير امنه يعني منطقه هي عيش اشتائي او يعني غير امنه يعني تشكل خطر على حياه قاطنيها، لكن منطقه غير مخططه هي منطقه مبنيه ولكنها غير مخططه تخطيط سليم، لم يراعى فيها المساحات والاشغالات وبدال، وعلشان كده مش يعني تلاقي
مدن كتير مش قادره توصل على غسل، مش تحصل على غسل طبيعي، مش قادره تحصل على ميه. فاحنا بتنفذ 195,000 وحده سكنيه في 316 مدينه غير امنه بحوالي 23 مليار جنيه، وجاري حاليا الانتهاء من حوالي 50,000 وحده في 41 منطقه باجمالي تكلفه 15 مليار جنيه. ومفروض ان البرنامج ده هينتهي من الاماكن غير الامنه في 2022، والاماكن غير المخططه ان شاء الله هتنتهي في 2025. طبعا شفنا يعني على سبيل المثال مدن كتير تم تطويرها، هي مدن كانت اماكن عشوائيه خطيره جدا زي الدويقه ومنشيه ناصر والزرايب وتل العقارب وسكان مثلث منزير، وشفنا تطور كبير والمباني الرائعه اللي وصل حال مدن دي ليها، واللي اصبح مدن ثانيه او مناطق ثانيه في مصر بينظروا الى تلك المدن اللي كانت مدن مهمشه على انها قدوه عايزين يوصلوا لها وعايزين يطلبوا من الدوله ان هم يبقوا زيها في يوم من الايام ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. هنروح لملف آخر حظي باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهو الدعم المتواصل من الدولة للشباب ومساعدتهم في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم المالي والفني لأصحاب هذه المشروعات. هنتابع مع حضراتكم هذا العرض اللي بيوضح إنجازات الدولة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 7 سنوات. معانا على التليفون مهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه. مهندس طارق مساء الخير، وقولنا ايه الاجراءات اللي يمكن من خلالها الاستفاده من المشروعات الصغيره والمتوسطه. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والمشاهدين كلهم. طبعا احنا الجهاز موجود في جميع محافظات مصر، لينا مكتب في كل محافظه، عدد مكاتبنا 33 مكتب وشباك واحد. وأول خطوة أنا بنصح أن الناس الأول تتوجه إلى مكتب الجهاز عشان يعرفوا إيه الخدمات اللي ممكن يحصلوا عليها، وفي طبعا خط ساخن 16733 يتصلوا بيه هيوجهوا للمكتب الأقرب للمحافظة بتاعته. حضرتك إحنا بندي مجموعة كبيرة من الخدمات، سواء كانت خدمات تمويل أو خدمات دعم فني وتدريب وتسويق، وبنتعامل مع كل الفئات سواء كانوا ما عندهمش لسه مشروعات ويرغبوا في إقامة مشروعات أو عندهم مشروعات قائمة ويرغبوا في التوسع. نتعامل مع كل النوعيات، الخدمي والتجاري والصناعي والإنتاج الحيواني، أي مشروع يحقق فرصة عمل ويشغل الشباب ويشغل أصحاب المشروعات إحنا بنقدر نقدم مجموعة الخدمات بتاعتنا. ويمكن اللي بيميز الجهاز هي الخدمات غير المالية زي التدريب والتسويق. احنا ممكن اللي حتى ما عندوش فكرة خالص بيجي المكتب وبيقول ان نفسي اعمل مشروع وجاد، بنديله دورة تدريبية يحدد فيها فكرة المشروع اللي تناسبه، وبعد كده يقدر يخش دورة تانية كيف تبدأ مشروعك، ينتهي بدراسة جدوى اذا كان عنده موارد يقدر يمول مشروع ويقيمه يبقى أهلا بيه طبعا. وإذا كان محتاج تمويل بنقدر نقدم له التمويل، وقبل التمويل كمان بنقدم له كل المساعدات في استخراج المستندات الرسمية، الرخصة والسجل والبطاقة الضريبية، وبنقعد بقى نتابعه حتى بعد كده. عندنا المعارض وعندنا
يعني خدمات التسويق المختلفة اللي نقدر نقدمها. فإحنا مع صاحب المشروع طالما هو جاد ويرغب من البداية حتى يعني اكتمال نجاحه دايما إن شاء الله. هايل. يبقى لما نتكلم كمان عن التيسيرات اللي بيقدمها الجهاز يعني للبدء في إقامة المشروعات، لو قلنا مثلا يعني تخصيص الأراضي بالمجان، إزاي يمكن الحصول الشباب على هذه التيسيرات؟ الشروط كمان اللي بتكون مطلوبة منهم إيه؟ في حضرتك يمكن قطاع المشروعات لم يحظى بهذا الاهتمام الذي حظى به في السبع سنوات الماضية، وتوج ذلك بصدور قانون مهم جدا اسمه قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 20، اللي أتاح مجموعة حوافز غير مسبوقة لقطاع المشروعات، منها اللي حضرتك قلتي عليه دلوقتي، المساهمة في المعارض، المساهمة في التدريب، إتاحة الأراضي والأماكن بشروط ميسرة. وحضرتك أكيد عارفة إن في أكثر من 13 تجمع صناعي لأصحاب المشروعات الصغيرة جاري العمل فيهم بالتنسيق، طبعا بتقوم بيهم هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، وإحنا بننسق معاهم، وهناك 9 تجمعات سيتم ترعاهم الفترة اللي جاية دي يعني في خلال أيام. طبعا المجموعة دي من التجمعات فيها أكثر من 4500 مصنع، وإحنا كان زمان الناس ما بتلاقيش أماكن مجهزة لو عايز يعمل بالذات نشاط صناعي للمشروعات الصغيرة ومرخص يقدر يقوم بالمشروع بتاعه. فدي خطوة مهمة في توفير أراضي مجهزة، يعني زي ما بنقول تسليم مفتاح، أنت بتاخد مصنع جاهز بالمرافق بكل حاجة، تجيب آلاتك ومعداتك وتبدأ تشتغل. وتم وضع تيسيرات كثيرة لأن كان بيتم طرحها سابقا مثل هذه الأماكن بشروط أصعب شوية، وإحنا قعدنا مع طبعا حضرتك عارفة أن وزير التجارة والصناعة بين جامع هي الرئيس التنفيذي للجهاز، فده يعني سهل علينا التنسيق مع الهيئة، وحسنا الشروط جدا بحيث أن فعلا الناس تستفيد من هذه الأماكن. القانون بيتيح 30% من الأراضي الصناعية تكون مخصصة لأصحاب المشروعات، ويتيح أمور أخرى كثيرة منها برضو 40% من المشروعات الحكومية تبقى موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومزايا أخرى كثيرة، وأهمهم كمان يعني الناس مقبلة عليها اللي هي المعاملة الضريبية المبسطة اللي هي الضريبة القطعية، اللي بتخلي يمكن ناس كتير كانت تخشى انها تخلي مشروعاتها بشكل رسمي عشان الضرائب، فاصبح الموضوع واضح وارقام بسيطه جدا، تبدا ب 1000 جنيه في المشروع المتناهي الصغر وتتدرج لحد 5000 جنيه، ثم نسبه من المبيعات بحد اقصى 1% اللي مبيعاته بتصل الى 10 مليون، واشياء اخرى كثيره. ولكن انا برضو بنصح الناس اصحاب المشروعات اللي عايزين يستفيدوا من المزايا يتوجهوا إلى الجهاز عشان يحصلوا على شهادة تصنيف، لأن طبعا كل هذه المزايا هتبقى مرتبطة بأن يتم تصنيفه أنه مشروع متناهي أو صغير أو متوسط، والشهادة دي هي اللي بتبقى الورقة اللي من خلالها يقدر يحصل على كل المزايا اللي موجودة في القانون، وفي حاجات أخرى كثيرة جدا أنا يعني مش لو طبعا وقت البرنامج يعني أسمح، سواء بقى ضرائب جمارك، اعفاء من رسوم، اتاحه اراضي زي ما حضرتك قلتي، اشياء كثيره جدا، كل ده يقدر يحصل عليه لما يتوجه للجهاز ويصنف نفسه ان هو خاضع لهذا القانون وانه من حقه انه يستفيد بهذه المزايا. فاول خطوه يتصل بالكول سنتر، توجه لمكتب الجهاز، يتم تصنيفه اذا كان مشروع فعلا قائم، وهم هناك هيقدروا يوجهوه وفقا بقى لاحتياجه ايه الحوافز اللي ممكن تكون مناسبه ليه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، شكرا لك. نروح لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي واللي بتعكس توجه الدولة واهتمامها بإنشاء مدن صناعية متخصصة. وفقاً للتقارير الحكومية من المقرر الانتهاء من إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021.
التقرير أوضح أنه تم الانتهاء من 73% من حجم الإنشاءات بعدد 100 هنجر جديد تضاف إلى الروبيكي في إطار التوسعات في إنشاء المدن الصناعية المجهزة. بيضم مشروع الروبيكي ورش ووحدات إنتاجية ومركز تكنولوجي ومبنى للمعارض ومركز تدريب، ده إلى جانب محال تجارية، وتقام المدينة على مساحة أكثر من 500 فدان لتكون بمثابة طفرة في قطاع دباجة الجلود. احنا معانا على التليفون مهندس محمود محرز، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار الصناعي، المسؤولة عن إدارة مدينة الروبيكي. مساء الخير يا فندم، ولنا ازاي شايف اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة المجهزة ومنها الروبيكي؟ مساء الخير على سيادتك والسادة المشاهدين. أستاذ ريهام، خلينا نستقي حديثنا من حديث فخامة الرئيس اليوم في افتتاحات اليوم، ومدى اهتمام معاليه بتوفير سكن كريم والمناطق الصناعية اللي كلها بتعظم الحياة الكريمة للمواطن. وخلينا ناخد كلمة فخامته لما قال انه بيقف على كل حاجة حتة بحتة، وخلينا نطبق الكلمة دي على قطاع صناعة الجلود ومدى اهتمام فخامة الرئيس بالصناعات عموما والكلاستر المتخصص زي صناعة الجلود. خليني أعرف حضرتك أن هذا القطاع أو هذه المدينة اللي هي مساحتها 506 فدان تم ضخ تمويل فيها لغاية الوقت تعدى 7 مليار جنيه، وهنتكلم عن المراحل في هذا القطاع عشان تعرفي مدى اهتمام القيادة السياسية والوقوف على التنفيذ مرحلة بمرحلة أو زي حتى بحتة. فلما نيجي نقول ان مدينه الروبيكي انشئت في المرحله الاولى وكان هناك 3 تكليفات من فخامه الرئيس لهذا القطاع، كان التكليف الاول بسرعه نقل جميع قاطني منطقه مجرى العيون في المرحله الاولى اللي هي 176 فدان، وبالفعل تم نقل 197 مستثمر على 200,000 متر مسطحات انتاجيه. الدولة كلفت في هذا المرحلة الأولى دخلت بتمويل تخطى 3 مليار جنيه بالمحطات. خلينا نتكلم أن هناك في المرحلة الثانية لما تم عرض هذا القطاع في تقرير من معالي وزيرة الصناعة والتجارة لهذا القطاع على القيادة السياسية، كان هناك معادلة لابد أن كانت الدولة تقف قدامها. رقم واحد، أن قطاع الجلود في مصر بنستخدم 30% منه للصناعة الداخلية و70% منه بيصدر مادة خام، والعكس في الناحية الثانية ان انا بستورد 80% من المنتجات النهائية احتياجات المواطن. وهذه المعادلة الصعبة اللي كان هناك بها بعد عرض التقرير من معالي وزيرة الصناعة على القيادة السياسية، فكان هناك التكليف الثاني. التكليف الثاني كان هناك امر بتنفيذ 100 مصنع على أعلى مستوى بمسطحات 188,000 متر، بالإضافة إلى ورش ومراكز تكنولوجية ومبنى للمعارض ومركز تدريب. هذه الوحدات الإنشائية اللي إن شاء الله سننتهي منها هذا العام، تتخيلي تم توفير وضخ 2.9 مليار جنيه للـ 100 مصنع دول. الـ 100 مصنع دول عشان إيه؟ عشان نحد من المعادلة إن أنا ما صدرش مادة خام وامنع استيراد 80% من احتياجاتنا من المنتجات. يعني معناها ان انا بعظم الانتاج المحلي، بوقف الاستيراد، بقفل الفجوه. ده كان التكليف الثاني. طيب حضرتك، التكليف الثالث كان تكليف اهم واهم، زي ما القياده السياسيه بتحارب المناطق العشوائيه، هناك صناعات او مصانع عشوائيه تتخطى ال 17,000 مشروع. ال 17,000 مشروع دول متركز فيهم في منطقه الموسكي وباب الشعرية 13,000 مشروع و 4,000 ورشة في نطاق الجمهورية. فكان هناك التكليف الثالث بعمل دراسات لتحديد المساحات التي سيتم نقل هذه الورش في مناطق مجاورة لمنطقة مدينة الروبيكي، على أساس يكون هذه المدينة مدينة مكتملة الأركان لا يوجد مثيل لها في العالم حين استكمالها، وبالتالي سيكون هناك ملتقى لهذه الصناعة من أول الدباغة لغاية المنتج المحلي. كان هناك سؤال يسأل لينا، لماذا لا يتوفر في مصر صناعات للماركات العالمية؟ لأن هناك لا يوجد بيئة مواتية ولا مصانع حديثة
تتواكب مع العصر. طيب انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، حدث ان شاء الله هنحتفل بيه الايام اللي جايه، نتيجه ان هذه المدينه مدينه بقت مكتمله كمدينه عالميه متركز فيها دباغه الجلود. هناك استثمارات ان شاء الله ستضخ خلال الايام القادمه، لسه معالي الوزيره مديه التوجيه بهذا، ان سيتم شراكه مع اكبر شركه المانيه لصناعه الجيلاتين الطب والغذاء والكولاجين، وهذه سترفع قيمه مضافه للجلد المصري الذي كان يعدم اكثر من 50% منه. هي الاستثمارات ديت بدات يعني بيقولوا احنا جايين مصر ليه؟ عشان مصر بقت بيئه فيها بيئه مواتيه للصناعات المتخصصه، وبالتالي الايام اللي جايه سنشهد طفره كبيره جدا في هذه الصناعه باذن الله. المشروعات ال 100 مصنع للمنتجات النهائيه سواء كانت احذيه رجالي او حريمي او اطفال او شنط او ملابس جلديه او اكسسوار، باذن الله المصانع هيتم الاعلان عنها في نهايه هذا العام. وبالتالي انا بعمل ايه حاليا اللي هو هدف الدوله، ان انا برفع من مستوى الدخل، ان انا برفع الناتج المحلي، ان انا بحد من الاستيراد، ان انا بتدي الفجوه كلها تحت رفع مستوى دخل الاسر. هايل، انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمود محرز رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركه القاهره للاستثمار الصناعي المسؤول عن اداره مدينه روبيكي. هنروح لاهتمام الدولة بدعم الصناعات الحرفية. النهاردة الرئيس السيسي أكد أنه جاري الإعداد لإنشاء مناطق حرفية خلال الفترة المقبلة. هذه المشروعات تساهم في توفير فرص العمل وتزويد الصناعات بالأيدي العاملة المدربة ودعم الاقتصاد. عن أهمية ده احنا معانا على تليفون دكتور محمد الشواتفي، عميد تجارة الزقازيق السابق والخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. ويعني الرئيس السيسي النهاردة أعلن عن البدء خلال الفترة المقبلة في إنشاء مناطق حرفية، كيف ترى أهمية ذلك؟ مساء الخير يا فندم. أهم بسيادتك، الحقيقة طبعا هذا الأمر يعد من أهم الحاجات اللي موجودة، باعتبار أن الصناعات الحرفية تمثل ذاكرة الوطن وتحتل أهمية كبيرة جدا، وهي من الموروثات اللي موجودة وتورثها الأجيال. فهو في هذه الحالة إحياء لهوية وطنية وإحياء لبعض الصناعات القائمة على الإبداع الفردي، وفي هذه الحالة تمثل نسبة كبيرة جدا من المشروعات اللي موجودة. علاوة على كده فهي أيضا بتأكد الهوية الثقافية والحضرية. فالنهاردة لما يجي رئيس الدولة الحمد لله يختار هذا المشروع ويعطي له هذا الاهتمام، هو تأكيد لهوية الدولة الحضرية والثقافية. فضلا عن ذلك أنها الصناعات الحرفية بتحتل مكانة كبرى كبيرة جدا في دافع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها تمثل أحد المشروعات الاقتصادية صغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر، وبالتالي في هذه الحالة بتبقى بتساهم في زيادة معدل الناتج المحلي، وبتعالج مشاكل كثيرة اجتماعية، وبتؤدي إلى خلق فرص عمل وتقليص العمالة اللي موجودة. الحقيقة هذا الموضوع أيضا بيكون قايم على أساس تنمية مهارات رأس المال البشري، ومن هنا بيبقى الحالة دي بيبقى فيها المستثمر الصغير، المستثمر المبدع، المستثمر الجاهز اللي هو يدرس. فعشان نعمل النهارده صناعات، الحقيقة ده بيأتي نتيجة عدة جهود أيضا. هذه الجهود الحقيقة بقى لها أكثر من سنتين ثلاثة، من 2019 تم تأسيس غرفة الصناعات الحرفية، والحقيقة كمان أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات اللي بتشجع أو بتساعد الصناعات الحرفية على إنها تشتغل. والنهاردة بنعمل مناطق حرفية كاملة وكمان بتساعدهم في التصدير. كمان الدولة الحقيقة بتقوم بإعداد معارض لهؤلاء الفئة علشان نقدر نعمل صناعات صغيرة. لو جينا شفنا المنظومة ككل بقى من خلال المشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر أو المشروعات الحرفية، كل ده بيصب في خانة واحدة اللي هي كيف يمكن أن نعيد هيكل وصياغة الاقتصاد الوطني بحيث يكون قائم على العمل والتشغيل، بحيث يكون قائم على مهارات العمل،
بحيث يوظف المهارات البشرية ويقضي على البطالة. إذن هنا المشروع ده في حد ذاته بيتناول ثلاث محاور: بعد ثقافي من خلال البيئة والهوية الوطنية وإظهار الحالة الثقافية للمنتج المصري المبدع. والحقيقة لما نروح خان الخليلي أو نروح القرية المصرية، كل القرى حوالي 20% من أنشطة القرية هي عبارة عن أنشطة حرفية. الأمر الثاني هو نوع اقتصادي بحيث يساهم في معدل نمو الناتج المحلي وبيساهم في تشغيل العمالة وبيحد من البطالة. أيضا هو علاج اجتماعي بحيث يقدر يعمل علاقات بين، ولو شفنا الأمم المتحدة حجم تبادل الصناعة وحجم التبادل التجاري في الصناعات الحرفية على مستوى العالم تجاوز 140 مليار دولار في عام 2020. كل ده بيقول لنا ان لما تيجي النهاردة الدولة المصرية تهتم بذلك، هي بترى ان هناك ان يكون لها نسبة كبيرة من هذا التعاون الدولي او النسبة المجهولة على مستوى العالم، باعتبار ان الاقتصاد المصري دخل الاقتصاد العالمي وبدأ منافسة. الأمر الثاني هو بناء الهوية الاقتصادية المصرية والهوية المصرية والهوية الثقافية المصرية. صحيح. هذا الأمر الحقيقة يعد من ضمن المشروعات الجيدة وبل المميزة التي تعيد هوية الاقتصاد المصري وتعيد ثقافة الاقتصاد المصري وتعيد أيضا الإبداع بالتأكيد للعمالة المصرية. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد الشواتفي، عميد تجارة الزقازيق السابق والخبير الاقتصادي. نروح لقضية أخرى مهمة، وهي التعصب في المجال الرياضي، وإزاي هذا التعصب ممكن أنه يكون سلوك مدمر للرياضة نفسها، خصوصا بين جماهير الكرة المصرية، وهو ما يحتاج وقفة حقيقية من كافة الأطراف، سواء كان من النوادي أو الجماهير أو حتى شخصيات ورموز رياضية على حد سواء، لنبذ التعصب ولتشجيع كمان الروح الرياضية اللي بتقوم على التسامح وقبول الآخر بالحوار الهادئ المتزن والتقريب بين وجهات النظر، خاصة بين الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة، تطبيقا لتوجيهات الرئيس النهاردة بإفساح الطريق أمام مختلف وجهات النظر وعدم التمسك بوجهة نظر واحدة. للمزيد من التفاصيل هرحب بالأستاذ أيمن بدر الناقد الرياضي. أستاذ أيمن أهلا بيك. الرئيس النهاردة أكد في كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية على عدم التعصب لوجهات النظر وإفساح المجال أمام الآراء، شايف ده إزاي؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الأعزاء. هو بالطبع ده يعني أهم قواعد السلم الاجتماعي وأهم قواعد الأمن القومي، لأنه سيادة الرئيس لما تولى المسؤولية كان بيتكلم على أن الرياضة أمن قومي، فمش ممكن يكون التعصب. التعصب بالطبع مرض بيصيب السلم الاجتماعي والترابط ما بين أفراد المجتمع. في ناس للأسف الشديد بتلعب على وتر الفرقة ما بين الجماهير، لأنها حاولت كتير أنها تفرق ما بين المصريين عن طريق البيانة، عن طريق بث الفتن، عن طريق إشاعة بعض الإشاعات المغرضة. الآن بتحاول أنها تنفذ من خلال الرياضة. وأنا بصراحة يعني شايف كلمة نبذ التعصب دي يعني كلمة ضعيفة. احنا عايزين يبقى فيه بثر التعصب، يبقى فيه اكتساس لجذور التعصب من قلب الشباب المصري، لأنه الرياضة لا يمكن أن تقوم على التعصب. وأي إنسان يعني بيرى في نفسه الثقة وبيرى في فريقه اللي بيشجعه الثقة وعنده قدرة على الإقناع وعنده قدرة على التميز، مش ممكن يكون متعصب. لأنه إذا الشخص شايف أنه يمتلك قدراته ومهاراته وأن هو يستطيع أن يتفوق، مش هيحاول أنه يقلل من قيمة الآخر طبعا. إحنا للأسف الشديد بعض الناس الضعاف اللي يمكن ما لهمش في الرياضة، أو بعض الناس اللي عايزة تعمل ترند زي ما يعني ما أصبح الآن يعني لغة الترند وما يقال من يعني مصطلح التحفيل، هو اللي بيجد رواج على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف على بعض الشاشات، ومنها المفروض أنها شاشات محترمة، نجد سباق بين الناس على
أنها تحاول أن تتنظر على الفريق الآخر أو على المنافس بشكل أو بآخر بدل من أن هو يوجد لنفسه مكانة أو يؤكد على تفوقه وعلى جدارته وقدرته على التميز وعلى الفوز. طب ده ازاي يعني ازاي يمكن اقامه فعلا حوار عاقل ومتزن بين الانديه الشعبيه الكبيره في مصر لنبذ هذا الشكل طبعا او هذا السلوك وهو التعصب؟ اول حاجه في تقدير لان احنا حاولنا كتير الحقيقه يبقى في يعني شيء من النصح وانه يبقى في ايقاف تام لكل من يستخدمون وسائل الاعلام في إثارة الفتنة أو في التميز أو في التنمر في التنمر أو التمييز. إنه بعض السادة المحسوبين على أنهم من الإعلاميين تخلوا عن قدرتهم في يعني الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وبدأوا يثيروا الفتن، يدعون حتى إنه بعض منهم بينال من سمعة أو من نزاهة شخص آخر، يقول لك المدرب الفلاني سيتواطأ كذا بدون أي أدلة وبدون أي أسانيد. أصبح الناس يعني عرضة أنه سمعتهم أو كرامتهم يتم التطاول عليها. فالمفروض أنه، وعلى فكرة هم حوالي 20-25 واحد اللي ظهروا في الفترة الأخيرة ووجدوا يعني بيئة مش صالحة ان هم لما يحاولوا يهينوا او يقللوا او يدعوا او يشيعوا بعض الاكاذيب بيجدوا رواق. طبعا في شباب، الشباب ده شباب قلوبه غضة بيحب وبينتمي لناديه وبيجد من يصورون انهم يدافعون عن هذا النادي او ذاك، وفي نفس الوقت هم لا يدافعون الا عن مصالحهم الشخصية وايجاد مكانة مجتمعية لهم باعتبارهم انه ده فارس بيدافع عن النادي الفلاني او ما الى ذلك. ايضا اللوم والعقاب يجب ان يقع على المسؤولين سواء حاليين او سابقين اللي كانوا لا يستطيعون ان يقودوا انديتهم للتميز وللبطولات فيحطوا من شان الانديه الاخرى او يحاولوا ان يدعوا ان هناك مؤامره وان هناك يعني شيء من هذا القبيل. صحيح. فبالتالي لازم يتم بتر هذه العناصر. ستجدي الوسط الرياضي أصبح أكثر هدوءا ونفعل القانون ونلتزم بالروح الوطنية الرياضية. بالتأكيد. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أيمن بدر الناقد الرياضي، شكرا ليك. وهنروح دلوقتي الفاصل وبعد كده نرجع نكمل فقرات حلقتنا النهاردة. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن رسائل الرئيس السيسي على هامش افتتاحه لعدد من المشاريع السكنية اليوم، لكن الأول طبعا لازم نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أديل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا طبعا نبتدي من يعني حفل إفطار الأسرة المصرية اللي شهدوا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المواطنين البسطاء وأيضا المسؤولين في الدولة على هامش طبعا افتتاحه لعدد من المشروعات بمدينة بدر. أنا استوقفني النهاردة أستاذ عبد الحليم الحقيقة أسلوب الرئيس في الحديث مع المواطنين البسطاء، استماعه ليهم وللآراء المختلفة، استماعه بسعة صدر أيضا. قولي شايف ده إزاي؟ ودي حاجة احنا الحقيقة بنلاحظها على الرئيس، يعني خلال أي فرصة بيكون فيها لقاء مع مواطنين من عامة الشعب بيكون بيسمع لهم وبياخد وبيدي معهم في الكلام. يعني طبعا فكرة الناس هي الأساس لدى أي حكم رشيد، يعني فكرة التواصل مع الناس أو من خلال هذه المناسبات طبعا مطلوبة، أو من خلال ما يجري أحيانا من نزول الرئيس الميداني ولقائه ببعض المواطنين بطريق المصادفة. اللي عاوز أقوله ببساطة شديدة، هذا بلد كبير جدا، هذا البلد الكبير فيه مشكلات كبيرة جدا، لا أحد ينكر أن هناك إنجازات كبيرة توالت في السنوات الأخيرة بالذات، لكن التحديات دائما أكبر، لأن أي محاولة لإجراء أي تقدم أو مواجهة أي تحدي بتجلب بذاتها مزيدا من التحديات، والتقدم سيرة لا تنتهي. الفكرة ما جرى اليوم من افتتاحات طبعا
يعني الكلام عن 67 ألف شقة سكنية في مدينة بدر أو في العبور أو في القاهرة الجديدة أو في 15 مايو أو غيره، وفكرة الكلام عن الإنجازات في مجال السكن على سبيل المثال، هي يعني استنادا للبيانات الرسمية التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أو الدكتور عاصم الجزار في بيان صدر اليوم عن وزارة الإسكان وتلا. أنا أعتقد أنه في، لا أحد يستطيع أن ينكر أن في هناك نهوض كبير جدا في فكرة السكن. مشكلة الإسكان دايما نقول أنه مصر ما فيهاش مشكلة مساكن، مصر فيها مشكلة إسكان، يعني فكرة أن عدد الوحدات السكنية القائمة في البلد أكبر من عدد طالبي هذه الوحدات، لكن المسافة بين طالبي الوحدات السكنية وبين هذه الوحدات وبين السكن الحقيقة مسافة فيها أشواك كثيرة جدا، لعل أهمها ارتفاع الأسعار. دخول الدولة طرفا في الموضوع ما كان ملحوظا في السنوات الأخيرة، ست سنوات الأخيرة من 2015 كما قيل في البيانات الرسمية، وهذا في تقديري كلام في محله تماما، حصل قفزة كبيرة في بناء هذه الوحدات. يعني من متوسط 42 ألف وحدة سكنية كل سنة كانت تبنيها الدولة بين عامي 1976 لعام 2005، إلى من 2005 ل 2015 كلام عن 48 ألف وحدة سكنية كل سنة، وصولا إلى ما يقدر ب 225 ألف وحدة سكنية كل سنة، في ضوء احتياجات بيقال إنها بتصل إلى 500 ألف وحدة سكنية مضافة كل سنة. طبعا الدولة فكرة الدعم الذي تقدمه في إطار هذه الوحدات كتخفيض نسبي بالنسبة للأسعار القائمة في السوق، اثنين بعض التسهيلات سواء تسهيلات نقدية مباشرة تخلي عن حوالي 65 ألف جنيه في كل وحدة، إضافة لفكرة ثمن الأرض والمرافق وغيرها وغيرها، وإضافة لمشروع التمويل العقاري الذي أقر مؤخرا اللي بيمد في فترات السداد إلى 30 سنة أحيانا بفائدة 3% متناقصة. كل هذا الكلام في محله تمام، لكن علينا أن ندرك بالمقابل أنه أنه أحوال البلد وأحوال السكان في مجموع السكان، طبعا لابد أن ندرك في المقابل إيه مستوى الدخول، مستوى الأجور في البلد، تفاوت الثروات المرعب في البلد، إمكانية الوصول الميسر لهذه الوحدات. هذا هو السبب، يعني فكرة وجود أحوال اجتماعية محددة في جانب ووجود إنجازات في جانب آخر، لا يمكن أن احنا نتنكر الإنجازات، لكن في نفس الوقت يجب أن نضع نصب أعيننا فكرة تيسير وصول الوحدات السكنية المتاحة. البلد لا يعاني من نقص وحدات سكنية، البلد يعاني من أنه أجيال وراء أجيال تريد الوصول إلى هذه الوحدات في ظل أسعارها المرتفعة جدا. طيب بترى إزاي يعني توجيهات الرئيس السيسي بعدم تسليم الوحدات للمواطنين إلا بعد أشطبها كاملة يا أستاذ عبد الحليم؟ طبعا ده أمر مهم جدا، لأنه بيلاحظ في بعض الإعلانات يعني أنه في تأخر في التسليم يجري أحيانا، طبعا لم يعد التأخر في التسليم يجري كما كان يجري من قبل، وفي محاولات لإحكام يعني فكرة الاستفادة، لأن أنت تعرفين بسبب عشوائية السوق وبسبب يعني نقص كفاءة الجهاز الإداري عموما وتفشي الفساد أحيانا، بيحصل أن في ناس بتشتري وتبيع في هذه الوحدات السكنية، بتتاجر في هذه الوحدات السكنية. محاولة حصار هذه الأشكال من السلوك مسألة مهمة جدا، ودائما ما نسمع، وده أصبح نوعا من الفلكلور في المناقشات المصرية من 30 سنة على الأقل، أو على الأقل هذه السنوات التي عشت فيها مهنيا، يعني في أشياء متكررة كده، كيف يمكن إيصال الدعم إلى مستحقيه وده مستحق ومش مستحق، فبتحس أنك أحيانا في متاهة كبيرة جدا، وهذه المتاهة لن نخرج منها إلا بتدقيق البيانات. وأصبح متاحا الآن مع الاتجاه للميكنة والاتجاه للرقمنة إعداد قواعد بيانات صحيحة بعيدا عن عنصري تدني الكفاءة وتفشي الفساد. وجود قاعدة بيانات صحيحة هو الذي يجعل النقاش معنى، وأن تكون هناك إمكانية للتقدم في النقاش. قضايا اللي طرحها الرئيس السيسي النهاردة مثلا، وهو يطرحها الحقيقة بصورة متصلة، الزيادة السكانية والدعم.
طيب قبل ما نروح للزياده السكانيه خلينا نشوف فعلا يعني جزء من حديث الرئيس النهارده عن الزياده السكانيه ونرجع نتناقش فيها يا استاذ عبد الحليم. نتابع مع حضراتكم. النمو السكاني اللي موجود في مصر هياكل كل جهدكم ومش هيحسسك ابدا بان حياتك بتتحسن ويبقى المستقبل لاولادك انت خايف عليهم فيه. صدقني ولما تصدقني انت عايز كم؟ يعني عايز 10 اولاد وال10 اولاد دول يبقوا يعني متواضعين في كل شيء ولا عايز 2 متعلمين كويس وبياكلوا كويس وبتقدر تكلمهم كويس وتقدر تديهم وقت كويس؟ ف انا بحاول اخد من كلامكم واقول كلام على بعضه يعني يبقى ليه سياق يعني. فدي مشكله كبيره احنا اتكلمنا عنها، مش انا اتكلمت عنها، كل المسؤولين السابقين على مدى الستين سبعين سنه اللي فاتوا اتكلموا عنها. وانا قلت لكم كان بنتكلم في من 100 سنه 9 مليون ودلوقتي بقينا 100 وشويه. طب ال 9 مليون كانت البلد اللي فيه 5 6 7 8 مليون فدان موجودين. هل احنا لما نيجي نقسم الفدان ده على التسعة زي ما نيجي نقسم الفدان دلوقتي على 100؟ لا طبعا لا. فتلاقوا الاسعار بتغلى وتجد الشغل مش موجود وحاجات اخرى كتير كعادته. فعلا زي ما حضرتك لسه بتقول يا استاذ عبد الحليم، يعني الرئيس كلما كانت هناك فرصه بيحذر طبعا تحذير شديد من الزياده السكانيه، ولسه كان بيقول زي ما سمعنا دلوقتي انه ده هيلتهم كل الجهود يعني التنمويه. يعني للانصاف تاريخيا حتى قبل حكم الرئيس السيسي كان موضوع الزياده السكانيه دائما مطروح طبعا، لكن فكره وكان الرئيس موضوع مركز عليه طبعا، وكان موضوع تنظيم النسل ايضا مطروحا، وكانت فكره التناقض بين معدل الزياده السكانيه المرتفع وما بين معدلات التنمية والسباق بين التنمية والسكان فكرة ومشكلة قائمة جدا. لكن علينا أن نلاحظ يعني علينا أن نلتفت لبعض النقاط في تقديري لكي نخلص في هذا النقاش إلى شيء ملموس، لأنه لا يمكن مثلا فكرة خفض معدلات الإنجاب بالأوامر، ما فيش أوامر في هذا الموضوع، هي مسألة معقدة جدا اقتصادية اجتماعية ثقافية. ولأنه أي ظاهرة فيها تعدد مداخل أو تعدد أسباب أحيانا بتقودنا لما يشبه المتاهة. كيف نخرج من هذه المتاهة؟ بتحديد إيه العنصر الرئيسي في الظاهرة لكي نوجه لهذا العنصر الرئيسي جهدنا. وزارة التضامن الاجتماعي على سبيل المثال اليوم أصدرت بيانا حول فكرة نشاط الوزارة مع منظمات أهلية أخرى، عشرات المنظمات الأهلية في مشروع 2 كفاية. قالت إيه الوزارة؟ قالت بالنص أنها تركز جهودها على 10 محافظات، هي محافظة البحيرة في الوجه البحري ومن الجيزة إلى آخر الصعيد إلى أسوان، دي 10 محافظات. ليه تختار 10 محافظات دول؟ لأنهن بحسب الإحصاءات، وإحنا بلد فيه إحصاءات سكانية من 100 سنة تقريبا، يعني من أول ما أنشأها الإنجليز في عشرينات القرن الماضي، في إحصاءات سكانية تتمتع بقدر عالي من الدقة والتنوع، ويمكن الرجوع للإحصاءات لملاحظة هو فين بالضبط بتزيد معدلات الإنجاب. المستخلص الرئيسي من أي متابعة لهذه الإحصاءات وعلى أساس هذا المستخلص تعمل وزارة وغيرها هو فكرة ترادف زيادة الفقر مع زيادة الإنجاب، هذه هي المعادلة. دي تقودنا لإيه؟ تقودنا ببساطة لأنه تصفية الفقر هي أقصر طريق لخفض معدلات الإنجاب. يعني إيه تصفية الفقر؟ لدينا مشكلة كبيرة جدا بحسب الإحصاءات الرسمية برضو بصرف النظر عن مدى دقتها، لكنها الإحصاءات الرسمية المعلنة في 29.3% من السكان تحت خط الفقر. يعني إيه؟ يعني إذا كنا 103 مليون دلوقتي إحنا بسبب أكثر من 30 مليون مصري تحت خط الفقر. يعني إيه 30 مليون مصري؟ يعني عدد من الدول حولنا ما تكملش 30 مليون، فهي مشكلة كبيرة جدا. من هنا في أن تصدي مشكلة الفقر لسنا أول دولة في العالم، وأنا الحقيقة لا أميل إلى مناقشة كل شيء في هذا البلد بمنطق إعادة اختراع العجل، نحن نعيش في عالم صحيح علينا ان احنا نتعظ بتجاربه طبعاً المتعدده وناخذ منها ونأخذ منها
ما يلائمنا. احنا طبعا مش اول بشر ولا اول دولة ولا يعني هذا كلام الحقيقة طريقة في النقاش لا تقود الى شيء. الكلام ببساطة شديدة جدا انه فيه نمرة واحد شبكات امان اجتماعي، وهنا تأتي ما يسمى الدعم وتكافل وكرامة وصولا لكل اشكال الدعم اللي تحدث عنها الرئيس ان تكلفتها السنوية 275 مليار جنيه. اتنين، فكرة إتاحة تنمية متوازنة وعادلة ومنتجة تنتشل هؤلاء، لأن الجهود مش بتقف فقط طبعًا على المساعدات لا المادية، مش المساعدات، ولكن التنمية الاجتماعية، التنمية الحقيقة الشاملة. صح. التي تكفل إن هذه القوة الهائلة من السكان، ثلث السكان، تنتقل إلى وضع القوة المنتجة القادرة على إعالة نفسها. بالطريقة دي بنكتشف إن المشكلات اللي نطرحها كأنها مشكلات متباينة هي نفس المشكلة. كلام عن الدعم وعبء الدعم في الموازنة العامة، الكلام عن زيادة سكانية يقودنا إلى المشكلة الجوهرية هي فكرة تفشي الفقر. هنا لما الرئيس يتكلم عن إعادة تنظيم الدعم، يا أخوانا هو قال بالنص أنا مش هلغي الدعم بس ممكن نعيد تنظيمه وما تخافوش. هي القضية قضية خوف ولا عدم خوف، يعني خلينا نتحرر من هذا الكلام. كلام ببساطة شديدة، إعادة التنظيم التي ستجري ستتم في أي اتجاه؟ بمعنى أكثر وضوحا، من 30-40 سنة بنتكلم، حتى لما كان في دعم طاقة، دعم الطاقة ألغي طبعا في السنوات الأخيرة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح المالي والنقدي وغيره، لكن ما بقى هو دعم الغذاء وبعض أشكال الدعم الأخرى صحية واجتماعية وغيره. هنا أنت عشان تتكلم عن إعادة تنظيم، أنا أتكلم عن طرح مثلا موضوع تحويل الدعم كله لدعم نقدي. إيه العائق؟ رغم الفكرة تبدو وجيهة ولها فيها تطبيقات دولية، العائق ببساطة في مصر كفاءة أو تدني كفاءة الجهاز الإداري، عدم المقدرة على الوصول المنتظم إلى المستحقين. حتى لما ندقق في قلب الصورة، ناخد مثلا دعم الغذاء، في كلام عن 85 مليار جنيه في الموازنة العامة لدعم الغذاء، بطاقات التموين وغيرها، وإنهم 71 مليون مواطن. علي أولا أن ألحظ الفرق الهائل ما بين الرقم الرسمي عن معدلات ما تحت خط الفقر، كلام عن 30 مليون وال 71 مليون، في فجوة كبيرة جدا. السؤال البسيط الذي أريد أن أصل إلى يعني مناقشته، لأن لابد أن نطرح هذا الكلام للنقاش العام، يعني ليس مجديا ان نتحدث عن انه بخمسه ساغ وان الخمسه ساغ ما يعرفهاش عيل او هذا الكلام. مش الموضوع انا عاوز اقول ان ده بيصرف مجانا، تمام، او بطريقه شبه مجانيه، بس اصرفه لمين؟ اصرفه لمستحقيه. طبعا من المؤكد ان مستحقيه ليسوا 71 مليون. طبعا طيب. فلو اننا تخيلنا ان دعم الرغيف نزل لل 50 مليون وحتى بصوره شبه مجانيه، الوفر الذي سيتحقق طيب كبير جدا، يمكن توجيهه لصنوف أخرى من أنا الدعم. عايزة أروح برضو عشان يعني وقتنا لاستراتيجية الدولة 2030 الحقيقة، وأن الدولة يعني أرست استراتيجية وطنية لها علاقة ببناء الإنسان المصري ثقافيا وطبعا صحيا وتعليميا. شايف إزاي جهود الدولة يعني ماشية إزاي في هذا الاتجاه؟ يعني جهود الدولة عموما في, 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 في تقديري أعلن أن ندرك، وطبعا رئيس السياسي يدرك وكل المسؤولين يدركوا أن إدارة مجتمع غير إدارة شركة. الشركة إيراداتها ومصروفات، إنما إدارة مجتمع في حاجة اسمها سياسات اجتماعية. تكثيف السياسات الاجتماعية في هذا البلد، ومش كلها هتاخد صورة الإعانة، علينا أن ننتقل من معنى الإعانات إلى معنى الحقوق. بمعنى أكثر وضوحاً أن حقوق العمل والسكن وكذا وكذا تتجسد في بعض الدول لديها جوانب وفر اقتصادي غيرنا، بتعمل إعانة بطالة مثلا. قد يقال وهذا صحيح أن الظروف الاقتصادية لا تضمن، يعني لا تكفل أن حد ياخد إعانة بطالة، لكن علينا أن نبتدع طرقا أخرى في سياسات اجتماعية موجودة يغلب عليها فكرة، في ظني فكرة الحماية الاجتماعية أو شبكات الأمان الاجتماعي، أنا تقديري، أو التكافل الاجتماعي. علينا أن احنا ننتقل في تقديري إلى معنى العدالة الاجتماعية، ونراجع كل نظمنا الضريبية مثلا محتاجة مراجعة شاملة. هيرد علي بأنه أصل الاستثمار ومش الاستثمار والكلام ده، احنا مش عايشين لوحدنا في العالم، احنا نحتاج إلى تقليل من هذه الفجوة الهائلة في الدخول والثروات في هذا البلد. في مصريين
يعني في اكتر من بلد في نفس البلد، وده وضع خطير جدا على مستقبل البلد، والتفكيك المتصل لجوانب الاحتقان الاجتماعي ومراعاة أولوية تصفية مشكلة الفقر باعتبارها، فإذا عمل إن ما فيش واحد معاه فلوس هيروح يقعد لوحده، اللي عاوز يقعد في مجتمع في حاجة اسمها التزامات مجتمع. ففي هذا الإطار لابد من طرح مسائل جدية من نوع إلى أي مدى وزارة المالية على سبيل المثال وهي تبذل جهودا في هذا الإطار منذ سنوات لتقليل الهدر أو التهرب الجمركي والضريبي الذي قدر في وقت ب 400 مليار جنيه سنويا، احنا من 400 مليار ده رجعنا كام؟ محتاجين كمان نتكلم جديا في فكرة رفع الحد الأقصى للضريبة التصاعدية. طيب أنا عايزة أروح لحياة كريمة، الحقيقة احنا بنتكلم عنها يعني في الفترة الأخيرة كونها الأكبر في العالم لتحسين مستوى معيشة 58 مليون طيب. مواطن مصري، شايف طيب. إزاي انعكاس هذه المبادرة على مستقبل المواطن المصري يا أستاذ عبد الحليم؟ أثرها أدي عليها أدي الفترة. أدي مبادرة مهمة جدا. أنا يعني في لو جينا من 2014 ل 2021 في فترة أولى ركزت فيها الدولة في معنى الإنجازات على الدائرة الخارجية، فكرة توسيع المعمور المصري، المدن الجديدة، شبكة الطرق، محطات الطاقة إلى آخره. في الفترة الأخيرة السنتين الأخيرتين إحنا بنشهد أنه في تركيز فكرة تطوير يعني إضافة لمواجهة العشوائيات الأكثر خطورة، وده تكلف مبالغ كبيرة جدا بيقال إنها أكثر من 420 مليار جنيه في العشوائيات الأكثر خطرا، ودي طبعا أقل من فكرة البناء غير المنظم أو غير المخطط، يعني ده أوسع بيشمل تقريبا نصف المباني في مصر. لكن في توجه في مشروع سكن لكل المصريين على تطوير عواصم المحافظات وضمن وفي قلبه ودر التاج وتطوير القاهرة التاريخي. في أيضا تطوير الريف، مغزى تطوير عواصم المحافظات ومغزى تطوير الريف أن الجهد الإنجاز هذه ورشة العمل الهائلة انتقلت بثقل كبير جدا إلى ورشة حول النيل حيث تتركز الغالبية الساحقة من الكتلة السكانية إلى اليوم، وحيث تراكمت المشكلات جيلا فجيل. فاقتحام مشكلة الريف وتطوير الريف، لأنه كنا دائما نتحدث عن فكرة الهروب من الريف إلى المدينة، من الواضح أنه في السنوات الأخيرة يبدو لي أن في هروب معاكس من المدينة إلى الريف بسبب الغلاء الموجود في أسعار السكن وغيرها وكذا، والقرية لم تعد مجرد سكن للفلاحين، هي سكن لفئات مختلفة من السكان، من الفلاحين والموظفين والعمال وغيرهم، وأنا ابن قرية وأعرف ذلك يقين. فالفكرة الأساسية هنا في هذا الاقتحام ان هذه الورشه متكامله، صحيح ان رئيس السيسي اشار الى انها تتكلف 700 مليار جنيه وان هذا المبلغ ثلث ما انفقناه على الدعم في 10 سنوات، وطبيعي انا في تقديري هذا الكلام، لانه الجوانب الاخرى من حياه البني ادم مهمه جدا. في الريف طبعا ال 17 بندا التي تضمنتها مبادره تطوير الريف فيها بنود ظاهره ومؤثره على الاقتصاد ككل. أهمها في تقديري أنه كل مستلزمات هذا المشروع الهائل وهو غير مسبوق فعلا فيه، أو خلينا نقول أن لم يكن هناك من التفات للريف خلال 70 سنة من أول قانون إصلاح الزراعي إلا بهذا المشروع. فالتركيز على أن مستلزمات المشروع تأتي من الصناعة المحلية بيعطي الصناعة الذاتية نفسا جديدا في إمكانية الصمود والتطور، وهذا أمر مهم جدا في إطار أنه أنا بخلي الريف كمان المهمل ده المهمش اللي كان فيه دايما يقول لك مهتمين بالقاهرة وسايبين المحافظات، أو مهتمين بالقاهرة والمحافظات في المدن ومهتمين بالريف، يعني ففي تهميش متدرج. قاع هذا التهميش في الريف، انهاض الريف يعني بالنسبة للبلد أن نصف سكانه عادوا إلى قلب الدائرة الإنتاجية، خاصة إن المشروع في كلام عن غضف المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في كلام عن صناعات نسجية وغذائية وغيرها، وفي كلام طبعا عن تعميم الخدمات المتاحة في المدن إلى الريف. هذا كلام طبعا يعد نقلة في حياة أكثر من نصف السكان ودمج لنصف السكان في قلب المجموع الإنتاج المصري. والأهم عندي أن قضية الفقر التي أسلفت الحديث فيها 67% من فقراء مصر
بحسب الإحصاءات في الريف، يعني أكثر من ثلثي الفقراء. فده كمان قد يساهم ويجب أن يوضع نصب الأعين كيف يمكن الاستفادة من مبادرة هائلة لتطوير الريف أو مبادرة حياة كريمة في تصفية مشكلة الفقر، ليس بإنهائها بالطبع، ما فيش تصور أنها تصل إلى الصفر، لكن أن تصل إلى يعني مستويات 4% 5%، يعني تصل إلى مستويات يمكن تقبلها لسلامة المجتمع. أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الكبير أستاذ عبد الحليم أديل، شرفتنا، أشوفك إن شاء الله في مواجهة جديدة إن شاء الله. شكرا ليك، هنروح لفاصل وبعد الفاصل مواجهتنا الثانية هتكون معاكم، استنونا. مساء الخير وأهلا بكم. دفعات متوالية من جرعات التطعيم المختلفة بتصل مصر تباعا بهدف استمرار عمليات التلقيح للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف حدة الموجات المتتالية من الفيروس، فضلا عن اتخاذ مصر لسياسة توطين صناعة اللقاحات محليا في تجربة رائدة. للمزيد من التفاصيل بيسعدني أنه يكون معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة. يا دكتور منورنا وسعداء أنك معنا في هذا الوقت الحقيقة الفيصلي، لأنه الناس كلها المهتمة بتلقي اللقاح في الوقت الحالي بالتأكيد عندهم أسئلة كتير، فأشكرك أنك موجود معنا. أنا اللي بشكر حضرتك أني هكون موجود معاك وأن احنا فعلا نوصل رسالة واضحة للسادة المواطنين بأهمية اللقاح في هذا التوقيت. وأعتقد أن الحمد لله يعني اللي احنا شايفينه من إقبال السادة المواطنين بيقول أن مصر الحمد لله من بداية مواجهة هذا الوباء وإلى الآن وإن شاء الله لغاية ربنا ما يتم علينا ستره إحنا في الطريق الصحيح يا فندم. دي حقيقة، والحقيقة أن مصر من الدول الحقيقة من أكتر الدول في منطقتنا وخلينا نقول حتى يعني في العالم اللي مهتمة جدا بانتظام التلقيح وتلقيح مواطنيها. قبل ما نروح للتفاصيل طبعا عدد الجرعات اللي جاية قد إيه وأنواعها إيه وكل هذا الكلام، لكن حضرتك بتقولي أنه مهم نقول للناس أهمية التلقيح، خلينا فعلا نقول للناس أهمية التلقيح وليه مهم نستمر فيه واللي ما خدش اللقاح ياخده حتى وان كان شاعر او حاسس انه الاصابات قلت، هل ده شيء مستمر قله عدد المصابين ولا مع انتهاء فصل الصيف وبدايه تغير الجو ممكن تزيد مره يعني كلمنا عن اهميه ان احنا نهتم بتلقي اللقاح بغض النظر في حالات حوالينا شايفينها كتير ولا لا. طبعا احنا في وقت فارق يعني يمكن في العالم كله واحنا مش منعزلين عن العالم، زي حضرتك ما تفضلت وقلتي يمكن عدد الحالات عندنا قليل، يعني احنا امبارح مسجلين 97 حالة، يمكن ده بالمقارنة بعدد الحالات هو حاجة قليلة مش كتير، بس في زيادة بسيطة أو طفيفة في زيادة الحالات. اللي احنا شايفينه في دول الجوار وفي دول كتير من العالم، يعني حضرتك بيبقى في زيادة في الحالات في فيتنام وفي الهند وفي سريلانكا وفي استراليا وفي روسيا والعديد من الدول الأوروبية وفي بعض الدول العربية، فلا احنا لازم العالم كله بيتصرف على ان في موجة رابعة، ان في تحورات من المرض موجودة، طوء النجاة في هذا الوقت الفارق يعني اعتقد العالم كله استشعره، وجمهورية مصر العربية يمكن كانت من اولى الدول اللي سرعت لحكاية اللقاح، ان احنا فعلا نشارك في التجارب السريرية، ان احنا نتعاقد على حصص، فأعتقد أن طوق النجاة أن ما يكون فاكسين بريفنتابل ديزيز أو مرض يمكن منعه عن طريق التحصين، والحمد لله يمكن دي كانت منحة إلهية من ربنا سبحانه وتعالى أن يعني الفيروس قبل ما يكمل سنة وكانت فيه لقاحات طلعة، إحنا الدولة عملت اللي عليها، أعداد اللقاحات وتنويع مصادرها بقت موجودة ومكتملة عندنا وبتتوالى وصولها إلينا، فأعتقد العامل المهم دلوقتي أن احنا عشان نوصل للمناعة المجتمعية أن احنا نطعم أكبر عدد ممكن من السادة المواطنين، وأعتقد أن ده الدولة ماشية فيه، وأعتقد أن في مساندة رائعة من السادة المواطنين وإقبالهم على اللقاح دلوقتي. حلو، خلينا بقى نتكلم عن عدد الجرعات اللي تم التعاقد عليها في هذه الفترة أو مؤخرا. طبعا يعني أولا 40 مليون جرعة لقاح عن طريق الكوفاكس فاسيليتي بتوصل لنا تباعا، وعلى رأسها اللقاح بتاع أسترازينيكا. التعاقد على اللقاحات جونسون يعني هو التعاقد على 20 مليون جرعة، سبوتنيك في برضو 20 مليون جرعة، والحاجة الأهم وأنا من وجهة نظري بتدعوني كمصري للفخر
ان هو توطين صناعه اللقاحات زي حضرتك ما قلتي، من خلال يعني الدوله كانت حريصه على ان تنميه قدرات الشركه الوطنيه فاكسيرا للامصال واللقاحات. المخطط ان احنا ننتج اللقاحات قبل نهايه العام اكثر من 70 مليون جرعه. يعني اعتقد ان تصنيع لقاح زي ساينوفاك فاكسيرا بهذه الكميات والكميات اللي احنا متعاقدين عليها، اعتقد ان هو شيء يبعث على الفخر ان مصر فعلا في طريقها للمناعه المجتمعيه. ممتاز. طيب قبل ما نروح فعلا للتوطين ونتكلم اكتر بالتفاصيل عنها، لكن الاول قول لي امتى ان شاء الله يا دكتور يكتمل وصول يعني الجرعات المتعاقد عليها طبعاً بانواعها المختلفه؟ طبعا يا فندم، هي في الكولد تشين او سلسله التبريد، هو كل ما جينا اللقاحات بصوره متتابعه، يعني ليس المهم ان هي توصل لنا كلها مره واحده، هي احنا ماشيين وفقا لخطه واضحه، اللقاحات بتصل تباعا، ما فيش وقت بيعدي. حضرتك على مدار الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله الاسبوع القادم هتلاقي كميات كبيره من اللقاحات بتصل الى الاراضي المصريه. وعلشان كده يمكن التوسع في مراكز التطعيم، احنا دلوقتي عندنا 539 مركز لتطعيم الساده المواطنين بلقاح كورونا، بالاضافه الى 126 مركز لتطعيم المسافرين. فاعتقد المنظومه دي كلها وادارتها وسلسله التبريد اللي بتتم من خلالها وسلسله الامداد باللقاحات، احنا ماشيين في طريقنا صح، ومستهدفين ان احنا اكثر من 40% من السكان يكونوا متطعمين قبل نهايه العام، اللي وصلنا الى مناعه كبيره وخاصه في الفئات عاليه الخطوره. يعني ايه الميزه من تنوع اللقاحات؟ يعني ايه الميزه ان احنا يبقى عندنا لقاح جونسون استرازينيكا الصيني بانواعه الروسي؟ هو في البدايه احنا فعلا اللجنه العلميه المشرفه على لقاحات كورونا، يمكن معالي الوزيره وجهت ان احنا مش عايزين نتعامل مع لقاح واحد، يبقى دايما احنا منفتحين لاعتبارات كتيرة أبسطها، يعني لو في قصور في سلاسل الإمداد وجهة شركة ما، يبقى موجود عندنا بكب أو البديل من لقاحات أخرى. فتنوع اللقاحات الموجودة عندنا سواء ساينوفارما أو ساينوفاك أو أسترازينيكا أو جونسون أو سبوتنيك في أو فايزر كمان جاي في الطريق، فأعتقد أن دي حاجة كويسة بتخلي على طول عندي عندي لقاح متوفر اللقاح. ده ما بيقولش ان لقاح كويس ولقاح مش كويس، هي قولا واحدا يا فندم، وحسب المرجعيات العلميه جميع اللقاحات التي حصلت على موافقه من منظمه الصحه العالميه هي مشهود لها بالكفاءه والفاعليه. اني اترك الراي ان انا اخد انهي لقاح هي مسؤوليه الطبيب اللي بيناظر الحاله في مركز التطعيم، وهو اللي بيحدد ان انا اخد ايه، انما امان وفعاليه اللقاحات كلها مضمونه وكلها فعاله. ايه الفارق فعلا؟ يعني لو قلنا الفارق ما بين لقاحات زي جونسون استرازينيكا سينوفارم او يعني هنتكلم على سينوفاك بعد كده، لكن دي اللقاحات اللي الى الان الناس بداوا ان هم يتلقوها. هو تقنيه صناعه اللقاحات بصفه عامه، يعني في لقاحات بتتم صناعتها عن طريق الهول فيروس او ان الكيلد فيروس اللقاح الميت زي اللقاحات ساينوفارم وساينوفاك. لو بنتكلم على لقاحات بتتعمل عن طريق الفيرال فيكتور، ان انا زي سبوتنيك في وزي استرازينيكا، ان انا بتكلم على تقنيه بتاعه الماسنجر ار ان اي او الرساله البصمه بتاعه الفيروس نفسه، دي كلها تقنيات معترف بيها ومشهود لها بالكفاءه والفاعليه. بغض النظر عن التقنيات، هو ما يهم هنا هو الكفاءة والفاعلية والأمان. إحنا في جمهورية مصر العربية لا نعتمد على أن هذه اللقاحات حصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية والجهات المرجعية العلمية، لا، إحنا عندنا هيئة الدواء المصرية الاختبارات بتاعتها أصعب بكتير، وبتعمل اختبارات تأكيدية، فكل اللقاحات الموجودة على أرض مصر هي آمنة وفعالة. طيب عايزه اكلم حضرتك كمان عن فكره مزج اللقاحات، وصلنا لايه؟ يعني وزاره الصحه رايها ايه في هذا الموضوع؟ وهل احنا عندنا هنا بيحصل مزج في اللقاح؟ يعني حد مثلا اخذ جرعه من ايا كان من استرازينيكا، جه في الجرعه الثانيه اخذ نوع اخر ولا لا؟ ولا احنا يعني كلمني عن فلسفه وزاره الصحه في هذه الجزئيه، وهل في خطوره من مزج اللقاحات ولا لا؟ هو حضرتك احنا دايما بنتصرف منهجية علمية، يعني اللجنة العلمية المسؤولة عن اللقاحات
اجتماعاتها الدورية، وبنرجع دايما للموافقات اللي حصلت عليها اللقاحات. لقاح زي ساينوفاك أو سينوفارم، لقاح زي أسترازينيكا، حضرتك هذه اللقاحات حصلت على الموافقة بتاعتها على إنها بتتاخد جرعتين، الفترة البينية بينها قد كده. فحضرتك إحنا هذا هو الخط، ما حصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية إن أنا ساينوفارم إن أنا باخده جرعتين، الجرعة الآن وجرعة بعد 21 يوم، إحنا ماشيين على هذا المنوال ولم يتغير. أسترازينيكا الجرعة باخدها والجرعة الأخرى بعد 12 أسبوع، إحنا ماشيين على نفس النمط وعلى نفس الموافقة التي حصل عليها اللقاح. لم يتم تقرير إن إحنا مزج ما بين اللقاح، وحتى التوثيق بتاع تلقي المواطنين على اللقاح يعني في قاعدة البيانات بتاعة الموقع الرسمي بتاع الوزارة بيبقى متسجل المواطن ده خد الجرعة الأولى من اللقاح ده، رقم التشغيلة كذا، وميعاد الجرعة الثانية كذا. حلو، دي نقطة مهمة بقى لي، لأنه يعني أحيانا حضرتك عارف كده على السوشيال ميديا وأكيد قريته، يعني بيتكتب أو أكيد جات لكم هذه الأسئلة، بيكتب كلام إنه أنا رحت أخذت أول جرعة أسترازينيكا لكن ما بقتش موجودة، فلما رحت ادوني حاجة تانية. ده لم يحدث يا دكتور؟ لا يا فندم. لا يا فندم. كل من حصل على جرعة من لقاح ما بياخد جرعته التانية بتبقى متوفرة من قبلها. يعني صحيح؟ دي تعليمات مباشرة من معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة هالة زايد، من يحصل على الجرعة الأولى بيبقى متأمل له ومتشال له الجرعة الثانية بتاعته. ممتاز. يبقى عشان بس إيه ناس برضو تبقى سامعة من المسؤول، ولا نلجأ للسوشيال ميديا، لأنه في حاجات كتير بتتكتب على السوشيال ميديا للأسف ما بتكونش حقيقية. فبالتالي يعني دكتور محمد هو بيقول لكم إنه إذا كان حد أخذ جرعة من لقاح معين من وقتها، من ساعتها بتكون جرعته الثانية متشالة وبياخد نفس النوع. حتى الآن نحن لا نمزج اللقاحات، لحد بقى مش محدش عارف في المستقبل إيه ممكن يحصل، لكن يعني الموافقات برة ممكن إيه اللي يحصل، لكن طبعاً حاليا إحنا ما بنمزجش. هي العملية كلها دايناميك، التعامل مع الوباء نفسه يا فندم هي حاجة جديدة عن الدنيا على الدنيا طبعاً، وكل الدول بتجتهد فيها. فإحنا فعلاً لينا خطنا العلمي، لينا خبرتنا في هذا المجال من بداية الوباء ومن بداية الموجة الأولى، احنا لينا بروتوكول العلاج بتاعنا اللي بيتم تحديثه، لينا فلسفتنا في الغلق الجزئي، في تأمين منافذ الحدودية بتاعتنا، فاحنا عارفين بنتعامل ازاي. ممتاز يا دكتور. طيب اسمح لنا نحن نروح نشوف هذا التقرير من مركز طبي عين الصير عن تلقي المواطنين وغير المصريين كمان يعني للقاح كورونا، خلينا نشوف. هم حريصون على تلقي اللقاح، فوعي المواطن أصبح محركا لمواجهة الفيروس، مع دور الدولة في توفير اللقاحات واستقبال شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة. ومن هنا جاءت استعدادات مراكز التطعيمات لاستقبال المواطنين والتيسير عليهم. فمركز طبي عين الصيرة بات جاهزا على مدار أيام الأسبوع لتطعيم المواطنين. الإقبال عالي طبعا جدا، ما شاء الله، يعني الأعداد كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. احنا عندنا الشغل بيبتدي من الساعة 9 الصبح للساعة 9 بالليل، معادين اكتر من فرقة باكتر من لاب، بيدخلوا المواطنين وكذا تمريض برضو بيطعمهم من على مدار اليوم كامل. الدنيا يعني ما شاء الله، يعني انا مبسوطة جدا ان الاقبال عالي على المركز. تسهيلات الحصول على اللقاح بالمجان هو ما تحرص عليه الدولة ليستطيع المصريون وغير المصريين داخل مصر أخذ اللقاح بالمجان. فقط على المواطن أن يقوم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة ليحصل على رسالة بموعد ومكان أقرب مركز تطعيم من منطقته السكنية. الوعي زاد جدا، وبقت الناس عندها تهفت أنها تيجي تاخد الجرعة. طبعا هم بيسألوا اللي خدوها في أعراض، فأنا طبعا ما كانش عندي أعراض الحمد لله ولا أي حاجة، فده لما بيجي حد يسألني بشجعه، يعني لا ده أنا ما حسيتش بالأعراض ولا أي حاجة، ولا خدت مسكنات ولا خدت أي حاجة. ما خدش وقت طويل بالنسبة للقاح، أنا قدمت الورق قالوا لي املى الاستمارة، مليت الاستمارة وداخل أهو إن شاء الله، واللي في الخير يقدمه ربنا. أنا كيمنية يعني الحمد لله تسجلنا وما فيش أي صعوبة، يعني كله سهل وعملونا زي المصريين بالضبط، يعني ما دفعناش ولا أي حاجة
كان المعاملة بكل سهولة الحمد لله. من 9 صباحا وحتى 9 مساء تتوحد آلية العمل بمراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، فقد تم تجهيز 539 مركزا بالجمهورية مع تخصيص 126 مركزا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح. طيب شفنا هذا التقرير دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، يعني قل لي انطباعك إيه عما شاهدناه الآن ونسبة الإقبال من المواطنين؟ والله الحمد لله، يمكن أنا شايف إقبال شديد من السادة المواطنين. يمكن أنا دايما بقول أن جهود الدولة لن تكتمل إلا بوعي مجتمعي وتضافر من المجتمع، وده اللي احنا شايفينه. احنا ما عديناش من الموجة الأولى والتانية والتالتة إلا بتعاون المواطنين، الالتزام، السعي إلى اللقاح، الالتزام بضوابط الصحة العامة. يعني أعتقد أن في ناس بتقول احنا ما كناش ملتزمين قوي، بس أعتقد أن الأرقام ما بتكذبش. وحضرتك اللي احنا بنشوفه يعني دايماً الأماكن اللي فيها أعداد إصابات كبيرة بنشوف دول بالكامل المستشفيات بتاعتها عاملة إزاي. مصر لم تشتكي ولم تئن من هذا الوباء بسبب أن الدولة لم تبخل، الدولة مخصصة كانت ميزانية مفتوحة لوزارة الصحة. أعتقد أن ما عملته وما صنعته الحكومة من نجاح، يعني حتى الأدوية، أدوية زي الأكتيمرا والريميدسيفير اللي كانت بتصرف مجانا وهي تمنها آلاف الجنيهات، حتى لو المواطن بيتعالج في قطاع خاص كان بياخد الدواء بتاعه من وزارة الصحة وبتبلغ المستشفى إن هو لا يضاف إلى حسابه لأن ده من على نفقة الحكومة المصرية. فاللي احنا شايفينه ده يا فندم أعتقد استكماله اللقاحات. اللقاحات هي مجانية بالكامل، وزيادة في سعينا على أن إقبال المواطنين يزداد وخاصة فئات كبار السن وأصحاب الأمراض. ده كان تعليمات من معالي الوزيرة أن قوافل متنقلة تبقى موجودة في الأماكن اللي فيها تجمعات، أماكن المشروعات، أماكن المجمعات. اشرح لنا أكتر النقطة دي، يعني في قوافل بتروح لهذه الأماكن طبعاً. تجمعات، مشروعات، فين تاني؟ المصالح الحكومية، دواوين الوزارات، البنوك، الأنشطة الرياضية، كل الأماكن اللي فيها تجمعات فيها قوافل موجودة بتساعد الناس على دي التسجيل. دي ما بتحتاجش بقى سابق تسجيل مش كده؟ لا، دول بيساعدوا الناس على التسجيل وبيطعموهم. أنا فاهمة، لكن بيساعدوهم على التسجيل ومين ياخدوا موعد ولا بيبقى؟ لا، بيسجلوا لهم وبيطعموا يا فندم في نفس اللحظة بالظبط. واللقاح هو مجانا بالكامل، يعني أعتقد أن الدولة المصرية قامت بدورها في هذا على أكمل وجه. وحتى اللي راغب في السفر وبيروح لمراكز التطعيم الدولية هو اللقاح مجانا. الرسوم الإدارية أو المصاريف هو مصاريف الشهادة المؤمنة بالكيو آر كود، هي من متطلبات السفر، في دي الرسوم الإدارية ويمكن دي أقل منها كمان. والغير راغب في الحصول على شهادة من السادة المسافرين هو بيحصل على اللقاح بتاعه دون أي رسوم أو مصاريف. ممتاز. العام الدراسي يعني خلاص قرب إن شاء الله الشهر اللي جاي، قولنا إيه الاستعدادات من أجل حماية أبنائنا إن شاء الله في السنة الجديدة؟ هو في الإطار بتاع الخطة بصفة عامة بتاعت الدولة وكل الأحداث اللي بنمر بيها، يمكن حضرتك تشهدي عودة السياحة. يمكن في وقت العالم كله كان بيقفل كانت جمهورية مصر العربية فتحة أبوابها لضيوفها، وخاصة في المدن شرم الشيخ، جنوب سيناء والبحر الأحمر. أعتقد أن الأحداث الرياضية اللي تمت، الأحداث الفنية والمهرجانات اللي تمت، وبالمثل يعني الأحداث السياسية والانتخابات، هنتكلم على حاجات كتير. بس بالنسبة لعودة المدارس هي خطة محطوطة وكاملة. يعني طبعا التاريخ لن يعود إلى الوراء، وما فيش دولة بتقوم إلا على العلم والصحة طبعاً. والتعليم. فحضرتك المدارس هتفتح بإذن الله حسب ما هو مخطط ليها من الحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ودورنا إن هو
الحدث الذي يتم كيف يتم بأمان. فكل الإجراءات الاحترازية بتتم، تسريع وتيرة العاملين على العملية التعليمية بتتم كمان، وهي من الفئات المستهدفة بصورة كبيرة، ويمكن شفنا ده أثناء امتحانات الثانوية العامة وقبل بداية العام الدراسي، وهي دي جزء من القوافل الموجهة كانت أمرت معالي الوزيرة إن المنشآت التعليمية كمان. فأعتقد إن إحنا ماشيين في الطريق الصح، وإن شاء الله ربنا يكتب لأولادنا كل الخير والتوفيق والنجاح، وهيكون عام دراسي ناجح بإذن الله. آخر حاجة أسأل حضرتك عليها، خطة بقى تصنيع اللقاحات وصلت لحد فين؟ وإحنا على آخر سنة المفروض نكون أنتجنا قد إيه؟ والله يا فندم يمكن حاجة فعلا مفخرة إني الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إن الدولة فعلا تنهض بيها النهضة العظيمة دي. وكانت يعني احنا تصنيع لقاح سينوفاك فاكسيرا هو البداية وليس هو نهاية المطاف، واعتقد ان احنا بنهاية هذا العام احنا مخططين ان احنا ننتج اكتر من 70 مليون جرعة، والانتاج بيتم بصورة اكتر من رائعة. هذه المصانع قامت بتقييمها الشركة الأم في الصين، وقامت بتقييمها منظمة الصحة العالمية فريق منها، وأشادوا بالتقنيات اللي موجودة في شركة فاكسيرا. 70 مليون جرعة وأكثر منها، أعتقد أن ده هيكون بكب، وأن هو جزء من الأمن القومي الصحي لجمهورية مصر العربية، ويمكن هيساعدنا للوصول للمناعة المجتمعية الكاملة، وهتدينا فرصة كمان لمساعدة العديد من الدول الشقيقة والصديقة يعني. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، شرفتنا ونورتنا يا فندم، وبشكرك على وجودك معنا. أشكرك يا فندم، الشرف لي. شكرا ليك، وبشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة إن شاء الله في مواجهة جديدة. إلى اللقاء.